السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم عن النظرية الأخيرة اللي راح نتناولها ضمن نظريات الزحف، ألا وهي نظرية خوصلة. هاي النظرية راح تتكلم لنا أيضا كيفية تقليل خط الزحف، وليش تعتبر هاي النظرية من النظريات المهمة أو الأكثر improvement وتطورا development. نرجع للسبب، العالم خوصلة شنو سوى أو شنو أثبت؟ قال إنه أني تأثير الأبلفت بريشر، ضغط الإصعاد، ما راح يعني أخذ تأثيره على كل الأرضية الخاصة بالمنشئ الهيدروليكي. قال ممكن في نقطة معينة فقط هنا يصير ضغط إصعاد، يعني ضغط الإصعاد ما يتوسع نورمال ديستريبيوشن على طول المنشئ الهيدروليكي أو أرضية المنشئ الهيدروليكي. ليش؟ لأن التكستشر مال التربة مو نفسه بكل مكان. فش قال؟ قال مكان ما إنه أقعد أدرس مثل ما سووا العلماء اللي قبلي، راح اخذ فقط النقاط اللي يصير بها تاثير الابلفت بريشر. شنو سماها؟ سماها كي بوينت. قال ادرس تاثير الابلفت بريشر ات كي بوينت، وين؟ تحت الجسور او تحت السدود الغاطسه. اوكي زين، هاي الحالات نظمها. هذا ممكن يجي كسؤال بالامتحان، نظريه خوصله او خوصله ثيوري، على شنو طبق الحالات مالته؟ اكيد هي الحالات بالعالم عديدة جدا، لكن هو اختصرها بهذه الثري كيسز. نمبر 1، الحالة الاولى همل السمك الارضية، همل السمك، ما اخذ بنظر الاعتبار السمك، لكن شنو ضاف بالابستريم او بنهاية الداونستريم، at the end of downstream، شنو ضاف؟ ضاف شيت بايل، اتحكم ودرس تأثير الديبث of شيت بايل، لكن نفس الوقت شنو سوى؟ همل تأثير السمك الأرضية. الحالة الثانية لا، زيد سمك الأرضية الديسبرز اللي هو البيض، لكن شنو سوى؟ ما ضاف بالأبستريم أو داونستريم أو انترميديت كاتوف أو ريتينينج وول. هذا لاحظ هنا طاندي، هذا سمك الأرضية. الحالة الثالثة والأخيرة لا، أيضا همل سمك الأرضية، لكن ما ضاف كاتوف بالأبستريم أو الداونستريم، وإنما ضافه كإنترميديت. تمام، هاي الحالة نوعا ما تكون شوية متطورة، فما راح نتناولها بمحاضرتنا هاي يعني حاليا، وهي ما تتناسب مع مادة، مع مادة الانترودكشن أوف هيدروليك ستراكشر، لأن إحنا ما تكون مادتنا مقدمة عن المنشآت الهيدروليكية، فهذا الموضوع نوعا ما راح يكون متطور يعني أدفانس، فما راح نتناولها حاليا اليوم بمحاضرتنا. بس اللي يريد يقدر يطلع عليها، يكتب انه العنوان theory of Khosla about creep line when the cutoff at intermediate، يقدر يدرس عن الموضوع. لكن كموضوع دراستنا احنا المادة اللي تناولناها ضمن البلايليست هذا باليوتيوب اسمها introduction of hydraulic structure، so احنا راح نتناول فقط الابستريم والداونستريم. هاي النظريات اللي وضحها خوصلة الثلاثة عليه من نصت، نصت انه نسبة الضغط الاصعاد المتولد راح يدرسه تحت، اللي متولد تحت ارضية المنشئ الهيدروليكي، طبعا اي منشئ هيدروليكي بدون تحديد، لكن هو هنا ذكر انه تحت الجسور او تحت السدود الغاطسة. انه ايش قال؟ قال انه هذا الضغط المتولد يمكن انه دراسته ضمن الكي بوينت، فأخذ العدد من يعني البروفايلات المعقدة حتى يكسر النظريات القديمة اللي خاصة بأنه توزيع الضغوط. لذلك لازم يجري تصحيح، يعني أنا من عندي أخذ هذا النورمال ديستريبيوشن، التوزيع هنا الأبلفت بريشر هنا، لكن هو يجوز متولد فقط ضمن هاي المنطقة، فشنو أنا لازم أسوي تصحيح؟ علما أسوي تصحيح للأبلفت بريشر، التصحيحات كلها تكون ضمن الأبلفت بريشر الكوركشن اللي سواه خوصلة. اول تصحيح ممكن يكون بالابستريم والداونستريم، التصحيح الثاني ضمن الانترميديت، هذا قلنا ما نتناوله، التصحيح الثالث انه يكون ضمن السلوب اوف فلور، يعني مرات السلوب لما اني ازيد السلوب اوف فلور ضغط الاصعاد راح يقل. فخلنا نشوف التصحيحات اللي تناولها هاي النظريات عليها من استندت، قلنا الكوركشن اما او ممكن يصير تداخل بين الكتوف بالابستريم مع الكتوف بالداونستريم، فهذا يتناول فلسفه الموضوع. الفلسفه اي الكوركشن وين يصير؟ لما يكون عند الانترفيس اوف بايل، الكوركشن راح نصحح سمك الارضيه، راح نصحح السلوب مال الارضيه
حسب الاوتر الانترميديت عندي هواي انا السلوب يعني انا الارضيه ما اسويها كلها نفس الميل. الاوتر تختلف عن الانر تختلف عن الانترميديت تمام. بعد عندك خاصة ثيوري اثبت انه الابلفت برجر هو بدراسته اثبت قال انه انا راح ادرس الابلفت برجر اللي والاكزيت جريدينت وتدرج الخروج المتولد اسفل المنشآت الهيدروليكيه ضمن الامبيرمبل لاير مو امبيرمبل لاير تمام. ايش قال؟ قال سيب جريان الماء تحت المنشآت الهيدروليكيه ما يجري ضمن الامبروفيوس ضمن الماده المساميه الغير مساميه وانما ضمن الماده المساميه حسب ما اثبت بلاي وراح تسري هذه يعني الستريم لاين راح يسري ضمن البارتيكل وبالتالي راح يولد لباث اللي هو خط الجريان او يسمونه الستريم لاين او يسمونه الفلونت. راح تاخذونه بشكل يعني الفلونت والستريم لاين بشكل موسع ان شاء الله بالمرحله الثالثه بماده السويل سويل ستراكشر او سويل تكستشر. راح تاخذون الفلونت شبكه الجريان والستريم لاين والاكوبتنشال لاين وشلون اكون فلونت يعني ما ادخلكم بهنا بشكل عميق. فالقانون العام الجنرال اكويجن اللي استخدمها هي الكوركشن دائما يصحح عند الكورنر اللي هي الكوركشن كبرسنتج راح يكون نسبه من الهيد. فهاي القانون وصورة عامة هذا الجنرال اكويجن. فنجي لازم نسوي اول تصحيح هو للثيكنس اوف فلور تمام. فايش قال؟ قال حتى تحط احنا في القانون العام فانا لازم شنو اسمي هنا؟ أنا اسمي مثلا سي تي تمام لان ليش تي؟ لان الثيكنس اوف فلور بنطيها رمز تي فهو هذا سي تي تمام عيني. فنرجع ايش قال؟ قال الجريان اللي راح يصير تاثير دائما الداون ستريم على الاب ستريم ناخذه موجب لكن تاثير الداون ستريم على الاب ستريم على الداون ستريم يعني وكانه ثبت نظريات شلون كنتوا تاخذون بالمرحله الاولى بماده الميكانيك الهندسي انه لما يكون عزم الدوران باتجاه عقارب الساعه موجب واذا كان عكس سالب يعني النظريه انت تفرضها هنا انه التاثير الداون ستريم على الاب ستريم راح هاي الحاله. طيب هسه احد يجيني شلون اخذ هذا موجب وهذا سالب؟ يعني اخذ بنظريه تاثير الابلفت برجر وين يسبب لك انقلاب على الارضيه فهذا لا يؤثر يعني بصوره عامه. القوانين المطلوبه من عندك انت كقانون حتى انا اسوي تصحيح للكوركشن للثيكنس اوف فلور هو هذا الكوركشن اوف اب ستريم بايل والكوركشن اوف داون ستريم بايل. الانترميديت قلنا هذا موضوع متطور مو حاليا ندرسونه. نجي شو يقصد بالدي 1 دي 2 دي 3؟ الدي 1 دي 2 دي 3 يقصد به سمك انتبه العمق مال الكاتوف القاطع مع عمق الارضيه عمق القاطع مع عمق الارضيه التي سمك الارضيه فقط تمام عيني. فهسه لو نرجع هنا يعني هاي الرسم ضروري تفهمونه اللي موجود هذا شو يمثل لنا؟ يمثل لنا الدي 1. الدي 1 شو يشمل لي؟ يشمل لي سمك الكتوف او عمق الكتوف العمق ايش قد ممتده الكتوف زائد شنو؟ زائد سمك الارضيه اللي هي تي 1 تمام. فهذا كله اسمه دي 1. الدي 2 كذلك الدي 3 كذلك سمك الارضيه رامزي له تي 1 تي 2 تي 3. هذا من القوانين الفاي دي فاي اي دي 3 هذا يخصا بالدوران عزم الدوران الخاص ات كي بوينت تمام عيني. فهسه انت راح تحسب انه هنا احنا ناخذ فقط اب ستريم داون ستريم بايل فتحسب هي هاي لما اجي اطبق عن القانون مال السي تي احتاج شنو بي؟ احتاج فاي دي فاي سي اللي هي خاصه بالدوران. هاي القوانين ايضا مطلوب انه انت تعرفها تمام يعني حتى لو اجت لك بشيت القوانين لازم تعرف شلون تحسبها. الفاي اي شنو هو؟ يعني هاي خاصه بالبارامترات واللينث والاطوال الخاصه بالكتوف اللي ضمن المنشئ الهيدروليكي فتحسب اللندا وتحسب الالفا. اكو فرق بين البي 1 وبين البي. البي 1 هو الفرق او المسافه بين بايل الى بايل الثانيه لكن البي هو الطول الكلي المسافه الافقيه الكليه يعني وكانه طول الارضيه الكلي تمام عيني. فتحسب الفاي دي والفاي دي 1 وكذلك الفاي اي والفاي سي 1 مثل ما موجودات امامك القوانين. بعد ذلك تسوي تصحيح للسلوب. هسه احنا صححنا ببدايه شنو؟
الثيكنس اوف فلور. نرجع نصحح الاسلوب، هذا القانون اللي وضعه خوصله. طبعا التصحيح يكون كنسبه بيرسنتج، فالسي اس يساوي لنا اما بوزيتيف او نيجاتيف، البي على بي 1 في السي. هذا السلوب كوركشن، معامل تصحيح السلوب كوركشن. تمام، عندنا تيبل خاص بي وضع العالم، هذا العالم توقعون هاي التيبلات مو بسهوله تنشا، وانما ياخذ العديد من الكيس ستدي، كانه تكون مثلا اطروحه الدكتوراه تدرس على هذا الموضوع، فيطلعون الكوفيشنات او المعاملات الخاصه بهذا التصحيح. فنجي البي على بي 1، البي هي المسافه الكليه او الدستنس الكلي للارضيه، لكن البي 1 هي المسافه بين بايل وبايل، تمام، يعني بين تو بايل يعني. فهذا التيبل اللي المضاع على حسب السلوب، مش قد السلوب نسبه فيرتيكال الى هوريزونتال، عندك هاي السلوبات اللي دارسها هو، وهذا معامل التصحيح لكل واحده من عندهم. اللي يشمل لك هنا هو السي. بعد ما وجدت التصحيح ترجع الاكزيت جريدينت. احنا ايش قلنا تناولنا بهاي النقطه؟ قلنا العالم خاص لك ضمن دراسته اثبت او قال انه انا راح ادرس شنو اللي يعني هو خاص له مو وحده، وانما هو يعني اكيد ويا مجموعه من الباحثين راح يدرسون ان عندنا تاثير الابلفت بريشر زائد الاكزيت جريدينت. هسه احنا درسنا بالحاله الاولى ابلفت بريشر وبين تاثيره، نجي على الاكزيت جريدينت. هاي تاثير نحسب احنا الاكزيت جريدينت المتولد ونقارنه مع الاكزيت السيف اكزيت جريدينت اللي مع التربو، ونقارن هذا مع هذا. اذا كان هذا اصغر من هذا اذا التربو امنه، ما راح يصير عندي انهيار بتدرج الخروج، واذا العكس فراح تقول نوت سيف. هاي الخطوات الاتش هي ارتفاع الماء الموجود بالابستريم، على الدي هو السمك الكلي للكتف مع سمك الارضيه، في واحد على باي في اللندا، واللندا احنا قلنا باراميتر، ذن البارامترات نحسبهم اللندا والالفا. هاي تلاحظون امامكم الخطوات الرئيسيه. نجي هنا ناخذ سؤال، كمنشأة هيدروليكي عند طول هوريزونتال فلور اون اللافل سويل، تمام، هاي يفيدك تعرف اللافل سويل شنو هاي الغرض من عندهم. انطيك اللافل سويل تعرف الجي، فالجي انا اجيب لك اياه بالامتحان، او انطيك التيبل انا وانت على اساسه تعرف التقييم الخاص بها. فقاعده اقول لك انا طبق لي نظريه طلع الثيكنس اوف فلاور باستخدام يا نظريه هنا اثبتك انه اريد تستخدم لي نظريه خوصله، وبين لي هل الستركتشر امن ضد الاكزيت جريدينت او لا. تمام، فهسه نرجع ان هاي المسافه من لهنا 15 متر، طول الديبث كله ك 3 متر. فهسه شلون طريقه الحل اليه؟ شلون راح انه اول شيء مثل ما تعلم الخطوات احسب السمك، انا احتاج السمك، السمك يساوي لنا الاتش اي على الجي ناقص واحد، وهذا نفس القانون تناولناه بالنظريات السابقات اللي هي نظريه لين ونظريه بلاي. بعد ما هذا الشيء احتاج اتش اي على جي ناقص واحد، الفاي اي عندك قانونه، وكذلك يعتمد على اللندا، واللندا هو بي على دي، تحسب اللندا، بعد ما حسبت اللندا تحسب الفاي اي، بعد ذلك تحسب للسمك الاتش اي عندك. طبعا الاتش اي لازم تحسبه، شو يساوي لك الاتش اي؟ يساوي لك مقدار الفاي اي في شنو؟ في الطول الفعلي الموجود للماء هنا اللي هو 4 متر، تمام؟ هذا الضربه في قيمه الفاي اي راح تطلع الاتش اي او تاثير الماء الافكتيف، تمام؟ بعد ما حسبت الاتش اي تروح تحسب سمك الارضيه، ورا ما حسبت سمك الارضيه تروح تحسب اكزيت جريدينت من هذا القانون، هذا الكوركشن، هذا القانون سويناه للاكزيت، هذا القانون هنا تلاحظ هذا هنا تحسب الاكزيت جريدينت، عندك كل المعلومات صارا الاش والدي وغيرها. بعد ما حسبت تروح تحسب شنو عندك؟ هاي تلقائيا هنا حسبت التي اي، تروح تحسب الجي اي. الجي لاحظ فرق بين الاتش ارتفاع الماء وبين الاتش اي اللي هو الافكتيف. الاتش اي لازم تضربه في مقدار معامل التدوير اللي هو الفاي اي، بعد تحسب ذلك الجي، تمام عيني. بعد ما حسبت الجي اي تروح تقارن قيمه الجي اي مع قيمه الجدوليه او الفعليه. الاف شنو فرق الاف؟ طيب شنو معنى الاف وشنو معنى الجي اي؟ انت حسبت الجي اي، تمام، شنو معنى قيمه الاف؟ هاي شنو الغرض من عندها؟ انا ليش منطيتك اف؟ الاف يقصد لك هو واحد على الجي اي، هذا الجدول نرجع له، هاي القيمه واحد على الجي اي، هاي رمزها اف كابيتال، هاي اف كابيتال، هاي اف كابيتال، هاي اف كابيتال. فانت شلون تقارن؟ انا منطيتك الجي، تمام،
ورا ما مطيتك الجي، فشو تسوي؟ تروح تطلع على الجي اي، الجي اي وكأنه شو تسوي انت هنايا؟ لاحظ هنا تحسب الاف، حاسب الاف هنا أنا. او تقدر تقارن مباشرة منها، انا مو منطيتك جي، هاي جي اي مال التربة اللي انت حسبتها، تقارنها مع الجي اللي انا منطيتك اياها بين قوسين، ياها الاكبر جي التربة اكبر، اذا سيف. او تقول لي لا انا اريد اقارن مع هاي القيمة، هاي القيمة شنو هذا القانون؟ هذا واحد على جي، فمنطي رمز اف واحد على جي، فواحد على الجي اللي انت حسبته، طلعت اف، اف السؤال مثل ما نقول او اف الاناليتيكال، تقارنها هاي اف واحد على جي اي، تقارنها مع من؟ مع اف السؤال اللي هي خاصه بالتربه الفعليه، ايش قد ثمانيه طلعت اقل؟ اذا تقول المنشأ شوي بما انه هنا طلعت اقل او اكثر، طلعت اصغر من التربه، اذا التربه يعني المنشأ ما يتحمل هذا الاكزيتجرين، فتقول الستركتشر از نوت سيف، تمام؟ فهذا ان شاء الله راح يكون هو مثل ما تلاحظون هو هذا الشرح الخاص بنظرية خوسلة. شكرا جزيلا، التقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بأمان الله.